ما أبرز الآداب التي يجب أن يتحلى بها الطالب الشيء؟ هذه مذكورة ولا كتب معروفة، آداب أن يحسن النية، يخلص النية لله عز وجل، لأن طلب العلم عبادة، العلم الشرعي طلبه عبادة، والعبادات يشترط لها النية، يخلص النية في طلبه للعلم، يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أن يختار المصدر الصحيح للتعلم كما ذكرنا، إما عن طريق العلماء المعتبرين المساجد أو حلقات الذكر، أو عن طريق التعليم النظامي المعتمد. ومن آداب طلب العلم العمل، هذا ضروري، العمل بالعلم. إذا علم واجبات يؤديها، إذا علم محرمات يجتنبه، العمل بالعلم، لأن القصد من العلم هو العمل، وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر كما ذكروا. كذلك يتأدب مع المعلم، يتأدب مع المعلم لأجل أن يستفيد منه، ولا يرى في نفسه تكبرا على معلمه، أو يحرج معلمه ويسيء الأدب معه. هذا من آداب طلب العلم.